يا سلام، ما قلت لك شو حصل حبيب الضايع؟ حصله حاتم؟ حاتم القاوي عادك حصله؟ حصله؟ ايوه. وبعدين انا مش عارف ليش عمي ظافر يا حب حبيبي، هذا حب ازيد من ابن وليد. يشتري لحبيب اللعاب، الملابس، اي حاجه يشتري حبيب نديله. وابنه ولا يسال عليه. المهم يا خالد، كرمك الله طلع في بك كرم ازيد من عمي ظافر. والله. وانت فيك طبع اكثر مني. ها القلص خبي القلص بقردته. جهز المليو، لقينا ابنك. فينه؟ حصلنا عند ضافر. ايش اللي عند ضافر؟ قال لك لقاه الجاوع صاحب ضافر حاتم. انا ما قد شفت احقر من الانسان هذا. ايش من قلب اسود مع هذا؟ للحين قول لي ما عاد تعمل. لا تقلقش، انا ايش اتصرف. الو الو